الاهلي على مدار المواسم الاخيره بيتحط في ظروف ان هو لازم يدي 100% عشان يكسب، وده خارج كل قواعد كره القدم. وللاسف وصلنا كجمهور، وانا لا الوم جمهور النادي الاهلي لانه هو متعود ان النادي الاهلي لازم يكسب تحت اي ظرف، بس يا جماعه النادي الاهلي مش فكره اللي انا بتحدى الطبيعه. هو انا مش دوري كنادي احط لك عوامل استثنائيه غير كل الانديه واقول لك لازم تكسب وسطها؟ يعني التحكيم يبقى جاي عليك واقول لك معلش اصل رغم التحكيم ورغم ان انت بتتحققلكش ظروف العداله انت لازم تكسب عشان انت النادي الاهلي؟ هو مين يا جماعه النادي اللي في العالم كله بيشتغل بالقاعده دي؟ هو انا ليه كنادي اهلي لازم اتحط في تراك غير كل الانديه اللي موجوده في العالم؟ اديني حقي. النهارده المباراه البنا هو اللي في مباراه الاتحاد عنده الجراه ادي 100 ركله جزاء. في مباراه الاتحاد بحسب للاتحاد ركلتين جزاء. اجي النهارده في مباراه علي جبر عنده انذار في بدايه المباراه في اول دقيقتين، ثم في الدقيقه 33 تقريبا في انذار تاني بتاع اللعبه اللي وقفها بايده فيها انذار مستحق ويطرد، المباراه خلصت. لا مش هيطرد. حسين الشحات يدينا ضرب الجزاء المباراه هتخلص خلاص، النادي الاهلي كده بقى ضامن المباراه. لا مش هتتحط. مطالب الشناوي بعدها يعمل صده مهمه جدا في الانفراد اللي نزل وشالها برجله. انت مطالب كنادي اهلي تتحط طول الوقت في ظروف استثنائيه، ادي 100% 120% عشان تكسب. ونيجي امبارح نسمع في التعليق ان البنا كان راجل عالمي، تحكيم اوروبي، اوروبي ايه يا جماعه؟ يا جماعه والله العظيم التحكيم مش هيتطور، وفكره ان البنا بياخد مباريات في افريقيا انا مش ده المقياس بتاعي، انا مقياس المباراه، كم الاخطاء غريبه جدا، طول الوقت لازم النادي الاهلي يبقى مضغوط، طول الوقت ادي 120%. اعتقد التحكيم محتاج شغل كتير جدا جدا جدا. مش انا قلت لك من زمان اللي يقول لك التحكيم المصري بخير قول له والله العظيم التحكيم المصري ما بخير؟ أنا اتكلمنا كتير جدا عن التحكيم المصري، واتكلمنا تحديدا في الكابتن محمود البنا اللي أنا بشوف إن هو واخد كريدت لا يستحقه على الإطلاق. الحقيقة إحنا ما زلنا عايشين عصر أعبر بالمباراة لبر الأمان، ده اللي كان بيتقال في الثمانينات والتسعينات، حاليا بقى بيتقال الاحتواء. الحقيقة احتواء المباراة لابد إن يكون بتطبيق القانون. الكابتن محمود البنا رفض ان هو يطبق القانون بطرد علي جبر في لمسه اليد الواضحه. خلينا نروح الاول لخبراء التحكيم، هل نادي بيراميدز بالفعل وقع عليه ظلم؟ وثم نعقب على الحالات اللي المفترض الكابتن محمود بنا كان يتوقف عندها، لان عندنا كلام مهم جدا جدا في المباراه دي من الجانب التحكيم. نشوف الكابتن سمير عثمان ونرجع نعقب. قرار ممتاز من محمود البنا، احتساب ركله حره مباشره وانذار بس على علي جبر مش كارت احمر. انت عارف لازم الاربع حاجات يتضافوا، الاتجاه موجود، المسافه موجوده، سيطره على الكره موجوده، ما عدا حاجه واحده عدد المدافعين. هنا عدد المدافعين، في مدافع لبيراميدز فتتحول من كارت احمر لكارت اصفر، وده كان قرار ممتاز من محمود البنا. الحاله الثانيه ركله حره مباشر ممتاز، برافو على محمود البنا احتسبها، بس هنا ينقص العقاب الاداري. طبعا هنا الايد خارجه بره الجسم، في اعاقه للكره وهي رايحه، يبقى لازم هنا في انذار على علي جبر، ودي كانت في الدقيقه 32. كان لازم هنا يطرد بقى لانه كان واخد الانذار الاول. احنا قلنا في انذار الاولاني ودي انذار تاني، الانذار التاني يبقى طرد. احنا بنجيب حاله حاله بغض النظر هو كان عنده ايه. حاله مهمه جدا في المباراه، اول حاجه هنا مفيش اي تعمد، بس التعمد اتلغى بقاله 15 سنه، حطوا مكانه اهمال، تهور، استخدام قوه زياده. الكره دي اهمال، يعني اهمال انا بحاول العب الكوره بس عقت الخصم. نعيد تاني الاهمال، أيوة. التعمد اتلغى بس عندنا اهمال. هنا الاهمال ايه؟ الراجل بتاع بيراميدز عاوز يلعب الكوره، ما جاش في الكوره، خبط في كهربا، ركله جزاء سهله. برافو البنا حسبها، واكد برده عبد الرحمن قال علي حكم الفار عليها. كره طلعت بره، تمام، لعيب وقع، خلاص دي سلوكيات لعيبات ان شاء الله. تخيل بقى ما الحكم، يا عيني مساعد الحكم بيدافع، ايه اللي احنا بنعمله ده؟ بيدافع بيقول لهم يا جماعه معلش وبتاع، كل ده لازم هنا طبعا في رش انذارات. انما كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن شناوي طرد. واحد بيخرج بره الملعب بيضرب زميل واللعب واقف، بالمنظر ده لا يمكن. انت بتجري 45 متر 45 متر الشناوي الشمال صعبه، لازم يبقى فيه ثبات انفعالي اكتر من كده. كابتن الشناوي وكابتن منتخب مصر بتخرج من جولك 45 متر بتجري بتضرب لعيب بره، لازم هنا كان يبقى فيه طرد. لو البنا مش هيطرد لازم حكم الفيديو ينادي، ممكن البنا ما يشوفهاش. حاله هنا برضو هنا عندنا في حاله ركله جزاء لصالح نادي الاهلي، لو البنا ما شافهاش يبقى لازم
حكم المباراة حكم الفار يتدخل. بس هنا لو هتحسب ركلة جزاء يبقى عندك حاجة واحدة، كارت واحد لازم يطلع مش كارت أصفر، كارت أحمر، لأن دي فرصة محققة وفي منافسة بالجسم. هنا مفيش منافسة، لو كان بيلعب بالرجل أوكي، بس هنا في الإعاقة بالإيد يبقى هنا في ركلة جزاء، هتحسب ركلة جزاء يبقى لازم كارت أحمر. يعني باتشيكو بيقول أنا عرفت ليه، كأنك لو تسمع المصطلح ده يا ده اتعرض لظلم تحكيمي فادح. الحقيقة أنا هقف عند لقطتين، اللقطات أو كذا لقطة، يعني اللقطات اللي اتفق عليها جميع خبراء التحكيم، وهي لقطة في الدقيقة 32 طرد علي جبر للإنذار الثاني. أنا استغربت بس من كابتن سمير عثمان إن هو بيقول ممتاز البنا احتسب الخطأ. ما هو لو ممتاز البنا وعشان تديله الامتياز لازم يطبق قانون اللعبة، وقانون اللعبة بيقول إن التسديدة دي في إيد علي جبر تستحق الإنذار الثاني، وكان علي جبر وقتها هيخرج من الدقيقة 32 ونادي بيراميدز هيلعب منقوص لاعب. ده لو تغاضينا عن شد الشيبي في الدقيقة 11 لتيشيرت أحمد عبد القادر من كتفه، عن تدخل الشيبي في الدقيقة 21 في الكابتن محمد الشناوي بدون كرة، والكورتين يستحقوا الإنذار، وتجاهل أيضا البنا هذه القرارات. هنيجي نقول نقطة تاني فيها اتفاق بين جميع خبراء التحكيم أو الكابتن سمير عثمان والكابتن أحمد الشناوي، ركلة الجزاء حسين الشحات اللي كانت تستدعي طرد تاني لعلي جبر. يعني لو علي جبر اتطرد مرة وعدى، لا كمان ده يستدعي طرد وركلة الجزاء. وهنا هقف بقى واقول لكم ليه الكابتن محمود البنا انا عندي تحفظ شديد جدا عليه، والكابتن سمير عثمان في معياره للكره دي يعني واضح جدا ان اخطا فيها الكابتن محمود البنا. خليني اقول لكم التحفظ ليه، لان كان في كره ابسط من دي بكتير، التحام غير موجود من وجهه نظري على الاطلاق في مباراه الاهلي والزمالك 2-2، المباراه الوحيده اللي كان فيها الكابتن محمود البنا حكم ساحه، احتساب ركله الجزاء لسيف الجزيري نتيجه تيشرت رامي ربيعه لمس تيشرت سيف الجزيري. استدعاه الكابتن محمد عادل حكم تقنيه الفيديو وقتها، راح الكابتن محمود البنا، شوف يا كابتن محمود، شافها الكابتن محمود ضربه جزاء ازاي ما تعرفش، بس هي كانت نصيب علي لطفي ان هو يتصدى لركله الجزاء من محمود علاء، يعني لاعب الزمالك السابق والاتحاد الحالي. ده الكابتن محمود البنا اللي معياره بيختلف مع لون التيشيرت، او عندما اختلف لون التيشيرت. اللقطه بقى اللي اختلف فيها خبراء التحكيم وهي لقطه الشناوي، انا عندي قاعده ثابته تماما، لما بقول ان خبراء التحكيم بيختلفوا على اللقطه فيبقى الخطا مش فادح مش فج، خاصه ان كان موجود حكام تقنيه الفيديو قادرين ان هم يشوفوا المشهد بشكل واضح. كابتن احمد الشناوي قال انذار لقطه محمد الشناوي، والكابتن سمير عثمان قال طرد لقطه محمد الشناوي، والحقيقه الكورتين يعني سببهم لاعب كان المفترض يطرد في الشوط الاول عند الدقيقه 22 وهو محمد الشيبي، ولو افترضنا ان كان في قرار المفترض يصدر لابد ان تاخذ باسبقيه الاخطاء التحكيميه المؤثره في نتيجه المباراه. هتلاقي ان الشوط الاول، ويمكن ده قاله الكابتن وجيه احمد والكابتن محمد صلاح فتاح في الراديو، ان الاثنين لعيبه كانوا المفترض يطردوا في الشوط الاول نتيجه انذارات لم يحصلوا عليها. فما ينفعش ابدا يا باتشيكو تقول انا عندي كلام محتاج اقوله ولكن الان من وجود الاتحاد، لان الحقيقه انت استفدت كتير جدا انك لعبت 120 دقيقه امام النادي الاهلي.